احنا النهارده في محميه وادي دجله بنحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الموافق 22 مايو 2019. اليوم العالمي للتنوع البيولوجي السنه دي العالم بيحتفل بالتنوع البيولوجي والغذاء والصحه من داخل محميه وادي دجله مع مجموعه من الشباب، كل واحد جايب فطاره وهنفطر جوه المحميه. بنرجع تاني مره اخرى للطبيعه. الرسالة الهامة هنا إن شبابنا قادرين إنهم يستمتعوا بالمحميات الطبيعية. بنبتدي إن إحنا نفهمهم قد إيه التنوع البيولوجي مهم، أساس الحياة على كوكب الأرض، هو السبب في الغذاء، في الماء، في السكن، في الأرض. من غير دول مش هنقدر إن إحنا نعيش. الرسالة الدولية والأهم إن مصر وقت لما قالت هنرجع للتناغم مع الطبيعة هنطور محمياتنا، جبنا الشباب وفي شهر رمضان المبارك بنحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. بنقدر إن إحنا ندي رسالة إن إحنا نستهلك قليل، ونقدر إن إحنا نفهم يعني إيه إن الأكل اللي إحنا بناكله أساسه هو التنوع البيولوجي. مشاركة الشباب بتاعنا النهاردة هي فخر لينا كلنا، وهي رسالة للعالم بتقول إن شباب مصر فاهم يعني إن التنوع البيولوجي له علاقة بالغذاء وله علاقة بالصحة. التنوع البيولوجي هو أساس الحصول على الغذاء، والغذاء تنوعه هو أساس حفاظ على صحتنا. 3 2 1